أنت موجود في استوديو ومستضيف نائب في البرلمان ومستضيف وزير ومستضيف كذا، اللغة اللي تستعملها والتشبيهات اللي تستعملها والطريقة المتوترة في الحديث، على فكرة تجم تقعد قدام تلفزة وتنزل الصوت تماما، تحط أي قناة الناس كل متعصبة، الناس كل مستنفرة، الناس كل على أعصابها، والناس كل واحد يعتقد أنه هو يحتكر الحقيقة. شو رأيك في أداء محمد بوغلاب زميلنا في قناة التاسعة؟ والله شوف ما تبعتوش بانتظام حتى نستطيع أحكم عليه بصورة كاملة، لكن المرات اللي شفته فيها متخمر أكثر من اللازم، متخمر أكثر من اللازم، يعني لا هو ولا أنا ولا أنت ممكن يزعم أنه هو يملك الصورة الكاملة، يعني شوية نسبية في الكلام، يعني الصحافي يكون حذر في صياغاته ويكون يخلي بعض هامش متاع خطأ وهامش احتمال ويعبر عن رأيه بهدوء. الساحة التونسية لا تحتاج، هو الشخصية التونسية عادة مستنفرة هكا وسخونة، لكن بالنسبة للصحافي ما نقولكش رقد اللعب، لكن على الأقل تكلم بهدوء وما تكونش متطرف، التطرف على فكرة مش تطرف إسلامي وإرهابي فقط، التطرف ممكن يكون تطرف علماني، ممكن يكون تطرف يساري، ممكن يكون تطرف بمعنى أنك تظن أنك تحتكر الحقيقة. ما ثماش حتى صحافي وقت يقدم تحليل ما يحطش خط رجعة، ما يحطش شوية نسبية، الحديث وكأنك نبي أو تتحدث بلغة النبوية وكأنك أنت مالك الحقيقة وأنت فاهم المشهد، يزمنا شوية تواضع أنا وغيري وأي واحد.